النهاردة تقريبا آخر أسبوع في المواعيد القديمة من يوم الخميس عن بكرة بالليل تغيروا الساعة. بكرة بالليل تغيروا الساعة. والاجتماع يبقى الساعة 6 مش 7، يبقى الساعة 6، وبالتالي الرحلة هتبقى 7 على جديد، 7 على المواعيد الجديدة. الرحلة في يوم الجمعة اللي هي الجو الدير والنهار بركة الدير الأنبا صمويل. يوم الجمعة الساعة 7 صباحا، اللي هي يعني 8 دلوقتي. هنتكلم النهارده في موضوعين في غاية الأهمية، ومش هأخركم لأن أنا ما بحبش التأخير. الموضوع الأول هو ماذا تريد مني يا رب؟ الموضوع الثاني اللي هو المسلسل بتاع سيف الرعوف، عايز ايه مني يا رب؟ ماذا تريد؟ انا اسال ربنا عايز ايه مني؟ عايز مني زي ما هو قال لبطرس، تعالى ادخل الى العمق. ده اللي عاوزه ربنا، عايزنا ندخل الى العمق. طب يا رب احنا تعبنا الليل، تعبنا الليل كله ولم ناكل شيئا، ولو انا تعبت صليت وما خدتش، قريت في الانجيل وما استفدتش قوي. الامور زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. فأنا تعبت طول الليل، ولكن من أجل الطاعة أرك الشبكة. تعبنا الليل كله، إحنا نقول له تعبنا الليل كله وهو عايزنا ندخل العمق ونرك شبكنا. يا رب أنا شعرت بملل، مليت. كل ما أكلمك تقول لي صلي صلي، صليت مفيش حاجة اتغيرت. بعد القداسات كالعادة مفيش حاجة اتغيرت، وآخر القداس بدخل أتنام مفيش حاجة اتغيرت. ولكن لا، مفيش حاجة اتغيرت وأنت عندك ملل. ليه؟ لأنك بتتعامل مع ربنا بعلاقة سطحية. ربنا ما ينفعش نتعامل معاه علاقة سطحية. ربنا حلو ولذيذ وطيب ويغفر وعنده طولة بال وعنده كل حاجة حلوة، بس اللي يدخل جوه، اللي يدخل العمق. ادخل يا بطرس، ادخل جوه العمق. ما تقولش ما فيش سمك. حكاية السمك ده وحكاية إن استجابة التربة دي عليا أنا مش عليك أنت. تعبنا طول الليل وملينا. أنت يا رب عايزني أصلي، طب أنا مش عارف أصلي. أنت يا رب عايزني أحضر قداسات، ما أنا بحضر قداسات. أنت يا رب عاوزني أقرأ في الكتب الروحية، ما أنا بقى عندي مكتبة في البيت. ولكن لا، يقول لك ويقول لك ويقول لي أنا ويقول لكل واحد فينا ادخل إلى العمق. أنت طالما عايش على السطحية مش هتاخد حاجة. ادخل إلى العمق هتشعر ببقى، هتشوفني أنا معاك وخطواتك. زي ما قلت لكم ابونا بشوي كامل شبه تشبيه
جميل قوي. قالوا لما اجي لك انا برتقاله تقول خد برتقاله، انت تعمل ايه فيها؟ تقطمها على طول؟ لو انت عملت كده وقطمتها على طول هتشعر بمرار، هتشعر انت كانك هتاكل ايش البرتقاله، وايش البرتقاله بيطلع ريحه وممكن يخليك تقرف كده من البرتقال كله بعد كده. انما انا بدي لك برتقاله عشان تقشرها مش عشان تاكلها بقشرها، تقشرها. طب ايه طعم البرتقاله؟ اقول لك طعم البرتقاله برتقال. ايه طعم التفاحه؟ تفاح. فانت لازم تدوق، ما ينفعش ابدا ابدا انك تعرف ربنا معرفه سطحيه. لازم تدوق ربنا، تدوق. انت تقدر تعرف البرتقاله طعمها ايه، وتقدر الفرق بينها وبين التفاح طعمها ايه، والفرق بين التفاح والبرتقاله طعمها الموز ايه. اذا لازم تدوق، تدوق ديه وديه وديه. مش اقرا كتاب ولا البرتقاله طعمها مش عارف ايه وبديتي فيتامين سي وبديتي، سيبك من الكلام ده. دوق ربنا، ربنا طيب وربنا حلو، ولو دقت ربنا مش هتسيبه. ناس دقوا ربنا فلقوا ان عمرهم مش مكفي، عملوا ايه؟ دخلوا البريه. هي اساس الرهبنه ايه؟ أساس رهبنة خبرة بربنا. أساسك إيه يا أبا أنطونيوس؟ أساسي إن أنا أختلي، أشبع بربنا، أرتوي بيه. هي دي، هو ده العمق اللي ربنا عايزنا نعيشه. عشان كده داوود النبي قال: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب صالح، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، الرب صالح. هو الرب للذين يتلقونه، ربنا صالح للذين يتلقونه. ربنا حلو وطيب ولذيذ ومفرح ومشبع وغني. هل عرفنا صفات؟ عرفت الصفات اللي في ربنا؟ اتعشمت بيها؟ فلان طيب، شفت طيبته؟ غلطت فيه ما ردش الا غلطه بغلطه، لانه طيب. اهو ربنا كده حنين، حنين جدا علينا، طيب وحلو وغني، غني بالمواهب، وياما بيغفر، ويغفر الذنوب مهما كانت تلك الذنوب. فصعب انك تحكي على ربنا بطريقه فتحيه، الناس مش هتفهم. الناس بتعرف ان 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 بتتغير لما تقرب لربنا. يعني كان زمان كده لما الست الوثنية لما جوزها يرجع كده من الشغل أعصابه هادية وحلوة، تقول له أنت قابلت واحد مسيحي؟ يقول لها ليه؟ لأنك يعني لا بتشتم ولا بتكذب ولا بتضرب ولا دخل عليا بالضرب ولا أي حاجة. أنت قابلت حد مسيحي؟ لأن المسيحي ده أخذ أخلاق المسيح. لما عاشر المسيح يقول لك من عاشر القوم 40 يوم صار منهم. احنا من عشر بقى بعشره حقيقيه فيها عمق، هنبقى زي المسيح، يبقى لابسين المسيح على طول، يبقى زي الكاهن لما يلبس ابيض. ليه؟ يبقى لابس المسيح. او الشماس يلبس ابيض يبقى ايه؟ لابس المسيح. احنا برضو لما يبقى الناس تشوفنا احنا حلوين يبقى احنا لبسنا المسيح. كل حاجه فيها جهاد لازم توصل. اول حاجه عشان انت توصل للعمق في حاله، اول حاجه الاجتهاد، التعب، الجديه. جديه في الصلاه. تقول انا لازم اخذ، أنا لازم أصلي وآخذ. الجدية في القداسات،
ده القداس بيقول يعطى على خلاصة وغفران للخطايا وحياة الأبدية. طب فين أنا؟ فين علم الكلام ده؟ أنا حضرت القداس أهو، فين علم الكلام ده؟ أنا لا واخد خلاص ولا واخد حياة أبدية ولا أنا شعر بالغفران. فين الكلام ده؟ على طول يا أحبائي، ربنا ما يتعرفش بالنظريات، ربنا تدوقه تعرفه بالضبط كده. زي ايه؟ زي احنا عاوزين بترول، ينفع البترول على وش الارض؟ عمر البترول طلع على وش الارض؟ لما بنحفر عمق، بنحفر في الارض تحت خالص، على قد ما احنا نحفر على قد ما احنا نلاقي البترول. وساعات بيحفروا بعد المحيط، يعني شوف المحيط غوته قد ايه الميه بتاعته بعد المحيط، يعني في ارضيه المحيط من تحت يحفروا تاني عشان ايه؟ يلاقوا البترول. فاذا البلاد العربيه دي اتغنيت من ايه؟ مع انها نصها جهل. هند لان حفروا في الصحراء وجابوا بترول. هكذا احنا احبائي، اللي عاوز يبقى ليه علاقه بربنا لازم يجاهد. ما ينفعش انا هصلي صلاه النوم، ما ينفعش اقول ايه اصلي صلاه النوم وانا عمال اتاوب. لا ما ينفعش، يبقى فين الجهاد؟ هو ده انا واقف امام ديان الحاجة مرتعب من كثرة الهدوء. لان العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. طب ازاي انت واقف مرتعب وخايف وعمال تتاوب؟ هو المرتعب والخايف ده بيتاوب؟ مفيش حاجة عمق، هاي سطحية. انت لازم يا ماما تجربي التعب في الصلاة. لازم تقولي انا اصلي قبل ما النوم يكبس عليا، انا اصلي قبل ما اتعب، انا اصلي قبل ما النوم كده يغلبني وتصلي. طب انت هتسيبي طب ما تعشتيش وماله؟ اتعشى بعد ما اصلي، عشان لو اتعشيت الجسم هيتقل واتقل وابقى مش قادر اقف. انا هصلي بعدين. عشان كده احنا عايشين حياه سطحيه، انما اللي عايز يعيش حياه العمق ده قال زي طلب المسيح مننا النهارده، لازم احنا نحتمل ويكون في تعب. لان بيقول كده لان مراحم الرب جديده في كل صباح. يعني انت خدت من ربنا النهارده، ما تتكليش عليها بقى شهر، لا بكره ناخد. طالما في حياه عمق بكره هناخد تاني. ربنا يديلك، ربنا يعطي بسخاء ولا يعير. عشان كده كل يوم جديد، خد عمق جديد ومحبه جديده ورحمه جديده ومراحمه جديده في كل صباح. يا احبائي احنا محتاجين لحياه العمق. اوعي الحياه السطحيه اللي انت عايشاها ديت زي واحد بدل ما يقشر البرتقالة بياكل قشر البرتقالة. وانت لو كلت قشر البرتقالة يبقى عملت ايه؟ خدت التعب والمرار بتاع البرتقالة. فلازم تتعب، ولازم لما تتعب لازم تعرف قيمة الحاجة. الإنسان لما يتعب يعرف قيمة الحاجة. أنت بتحضر شهادة أو بتذاكر لابنك عشان يدخل مجموع حلو وكلية حلوة، فبتجاهد وبتتعب. ده في امهات بتروح مع بناتها عند المدرسين يعني ويقعدوا لغايه لما الدرس يخلص. ليه كده بتعمل مع بنتك؟ ليه؟ يعني بتتعاملها عشان تبقى فالحه وتبقى حلوه، عشان محدش يضحك عليها وتعرفي مين زمايلها. هكذا يا احبائي احنا لازم نجاهد، لازم يكون في جهاد عشان يبقى في حياه العمر.
أديكم مثل وأنتوا عارفينه، لما نيجي نولع السوريا، افرض هنيجي نولع السوريا على طول كده، السوريا تدينا كده فحم بنار، عينينا بتطلع دخان، السوريا تطلع دخان والفحم تطلع دخان، ونقعد نغمض في عينينا ويمكن نعطس من الريحه ديت، غايه لما الفحم يولع الله نحط الفحم في السوريا الاولى، ابونا يحط البخور يترشح. ليه؟ فحم ولع بقى لونه بقى لون النار. هكذا احنا يا احبائي عايدين عليا، لازم احنا في الاول عينينا تدمع، ولازم نتبع نتعب، ولما نتعب وعينينا تقعد تململ نيجي على طول ندخل للعمق ونشوف ربنا ونشوف جماله. عشان كده قال له ادخل الى العمق والقي شباكك. فربنا بيقول لنا النهارده، بيقول لك خلي بالك ادخل الى العمق، بلاش الصلاه الفاتحه بتاعتك، وانت يا ماما بلاش النوم اللي انت نايماه، انت صلاتك مش واصله، مفيش وصلة ليك في السماء. كل صلاتك عبارة عن شكريات، وعبارة عن إيه؟ عبارة عن متوبة وكسل من الحاجات دي كلها. فعدم الجدية يدي للصلاة سطحية. كن جد، أنت نويت تصلي صلي، وصلي بمعنى، صلي بتركيز. زي ما قلت لكم مرة في عقب قداس، قصة حكيتها لكم، إن مرات الأرنب وقفت قدام مرات الأسيس، قالت لها أنت يا خايبة بتجيبي عيلين في السنة، إنما أنا الأرنب بجيب كل شهرين حوالي 7-8 أرانب. راحت قالت لها أيوة أنا بجيب أسدين كل سنة، انما اسد واحد ياكل كل اللي انت بتجيبيه في سنه. انا كده ركز، ركز في المعنى، مش شرط كتر الكلام، مش شرط يعني تبقى حافظ كلام وعمال تقول بدون فهم، لا ركز في المعنى، ركز. لما نركز نكسب اكتر. زي ما قال بولس الرسول، 5 كلمات بفهم خير من 10,000 كلمة بدون ذهن. خد كل كلمة وتأمل. يعني أنت مثلا مسكت مزمور، عيش في المزمور كل كلمة. داود قال كده، لماذا أنت حزينة يا نفسي احزن. داود قال كده، أنا بالعوم سريري بدموعي ابكي. داود فرح، انا اسبحك واعظمك يا رب، افرح. امشي مع كلمات المزمور وعيش معاه. لو عشت مع كلمات المزمور هتبقى انت مزمور. ما بنقولش مزامير داود النبي بركات على يمين، ده انت بقيت المزمور. اذا الانجيل ده او المزمور ده اتكتب عشان نصلي فيه بعمق. اللي ما عندوش جدية ما عندوش أبدا، مش هيوصل للعمق. إنما اللي عنده جدية هو ده اللي بيوصل للعمق. زي رسالة، في رسالة مثلا رسول فيليبي أو أفسس أو أي رسالة من دي، لو قريتها بعمق وفهم توصل المسيح، توصل لكلمات المسيح. يا أحبائي، دعوة النهاردة، النهارده دعوة أن نطرق السطحية ونعيش مع المسيح في عمق. ما تعيشوش في السطحية، لا سطحية في الصلاة، ولا سطحية في قراية الإنجيل، ولا سطحية في الخدمة، ولا سطحية في العطاء. كله لازم ياخد معانا العمق. يعني وده العمل ربنا في خيمة الاجتماع. خيمة الاجتماع معمولة بإيه؟ معمولة بجلد، جلد الخرفان وجلود المعيد. تشوفها كده خيمة الاجتماع، تقول يا ساتر،
الواحد ازاي يدخل فيها دي جلود من بره، جلود كلها جلود، تدخل بعد الجلد في خشب حاجة حلوة، ده في خشب، بعد الخشب في نحاس، بعد النحاس في ذهب، قدس الأقداس. الله شفت بقى اللي يدخل خيمة الاجتماع يبقى من بره مش شايف حاجة، شايف جلد معز، جلد خربان، جلود حاجة ايه، ودي ما تستاهلش التعب. لكن لا، لما تتعمق وتدخل وتسيب الجلود وتسيب الخشب وتسيب النحاس، هتدخل على الذهب بعد كده، أو ربنا كده وكلمات الإنجيل كده. لو من بره كلمات معروفة، يعني اللي عاش 90 سنة في البرية لم يرى وجه أحد، كان بيجمع زلط من البرية، كان بيعد الرمل والزلط، كان كل كلمة يقراها في الإنجيل يدخل معاه ويخرج بعد كده عمق 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 كبير. الله مرة واحد كان في راهب، والراهب ده بيجدي الرخوص، وبيجي واحد يشيل منه الرخوص اللي عمله النظير لأجر يعني، والراهب عايش على الأجر ده. فجي واحد خبط قال له مين؟ قال له الرخوص يا أبانا. قال له حاضر. دخل ونسي الراهب، نسي فرح في اللي كان بيقراه، وبعدين راح خبط تاني قال له عايز ايه؟ قال له يا بنا الخوص. حد ودخل ونسي، وخبط تاني قال له يا بنا، قاعد يخبط والراهب مخه متعلق بكلام المزمور او كلام الانجيل، مش قادر يفك عنه خالص. قال له بعدين يا بنا؟ قال له حاضر. الخوص الخوص، وقعد يقول الخوص لغايه ما دخل جوه وجاب له الخوص. يا هل احنا عندنا تركيز كده مع ربنا؟ هل بنركز مع ربنا في قرايه الانجيل؟ هل قرايه الانجيل بتغيرنا؟ هل اتغيرت بقرايه الانجيل؟ ولا انت بقالك 40 50 60 سنه والحال على حاله والتحيل زي ما هي؟ هل احنا بنتغير؟ مفيش تغيير ليه؟ طب ما احنا معانا الحاجات اللي غيرت الاباء، معانا القداس، معانا الانجيل، معانا الصلوات، معانا اللي كان معاهم هم. طب احنا ليه وحشين؟ ليه احنا وحشين وهم حلوين؟ هم بقى عاشوا حياه عمق، احنا عشنا حياة سطحية. عشان كده هتقعد في 100 سنة وانت اللي فيك، هتقعد 100 سنة والعيوب اللي فيك مش هتبطليها. ليه؟ عشان انتوا بتصلوا صلوات سطحية، صلوات سطحية. اوعى تفتكروا ان حياة العمق دي خاصة بالرهبان، لا، خاصة بيكم وخاصة بأولادكم. صدقوني يا اخواتي يا حبايبي، أول امبارح الاثنين كنت بزور بيت الطالبات المغتربات، لأن ده مسؤوليتي وأحب أسأل عليهم وبروح لهم كل يوم اثنين. وبعدين بعد الوعظة باخد اعترافاتهم، ففي واحدة قعدت تعترف كسفتني. شابة في الكلية، مش أبونا، لا، شابة في الكلية يعني بنتكم. حسيت كده إن البنت دي مليانة نعمة ومش من المنيا. فقلت لها إيه نظامك في الصلاة؟ قالت لي يا أبونا
أنا كل يوم بصحى الساعة 5 صباحا أصلي المزامير بتاعتي باكر تالتة وتاني وأعمل التسبيحة. تعمل التسبيحة اللي بيعملوها الرهبان واللي أنتم بتسمعوها في الشرايط هذه الفتاة في الكلية يعني بتاع 19 20 سنة. أنتوا فاكرين حياة العمق دي للرهبان؟ لا دي ليكم. نعرف واحد كمان شاب دي مثل الشباب في شاب عامل لنفسه جلابية من الخيش ويلبسها بالليل ويدخل أوضة الصلاة ويصلي متنسك. يا جماعة في القديسين حوالينا كتير مش القديسين اللي في السنكسار، لا في قديسين عايشين في وسطينا احنا مش عارفين قيمتهم وهم كمان مش بيقولوا حاجة. أنا عشان أب اعتراف فأنا شايف وسامع. عيشوا حياة العمق يا ولاد، عارف تفرح خليك عميق، عارف تبقى مبسوط خليك عميق، عارف تبقى فرحان خليك عميق. المكسب اللي هتكسبه من حياة العمق لا يقدر بثمن. ادخل إلى خيمة الاجتماع وأنت تشوف كل حاجة. عشان أنا أعيش حياة العمق يا أولاد لازم يكون قلت حاجة يكون في إيه؟ جدية. ها؟ فين اللي بتروح معايا هنا؟ يكون في إيه؟ جدية. تاني حاجة لازم يكون في وضوح الهدف. اسمعوني الكلام ده، يكون في هدف. يعني أنت دلوقتي بتذاكر وبتتعب، هدفك إيه؟ إنك تطلع من الأوائل علشان تدخل كلية كويسة، أو إذا كنت مثلا أنت راجل معاك مؤهل عالي فبتتعب عشان تاخد ماجستير، قد إيه تعب بتتعبه؟ في وضوح هدف. يبقى يمكن المدام تنام والعيال يناموا وأنت قاعد على المكتب بالأباجورة وعمال تحضر عشان تاخد الأول الماجستير وبعد كده تاخد دكتوراه وتبقى ليك رسالة. أيوه يا حبيبي، أيوه يا بنتي، لازم يكون في وضوح هدف. أنا بصلي ليه؟ أنا بصلي ليه؟ عشان بحب ربنا، عاوز أوصل ليه؟ عاوز أشبع بيه. مش تيجي الكنيسة حضرتك وأنت يا بنتي في القداس الأولاني تيجي قبل المناولة، أنا بشوف ناس داخلين من الشارع على الهيكل عشان يتناولوا، يبقى ده حضره. يبقى ده قداس انتوا بتحضروه، يبقى ده قداس يعطى عنا خلاصة وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناوه منه. يبقى انت خدت حياة أبدية ولا انت غيرت ريقك؟ ها؟ في واحدة كده تيجي الكنيسة عشان تغير ريقها، تيجي القداس عشان تغير ريقها مش عشان تاخد حياة أبدية. لا يا ولاد، لا يا ولاد، احنا بيتهان الإنجيل بتاعنا، بيتهان مننا، ما بيتهانش من حد غيرنا. الإنجيل بيتهان منك لأنك مش بتعملي بيه، والقداس بيتهان منك لأنك مفيش خشوع، مفيش احترام. يا ريت نغمض عينينا واحنا في الكنيسة عشان ما نقعدش نشوف كل واحد داخل القداس. نتمتع بربنا. الشاربين والسرافين ستة أجنحة للواحد،
وستة أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم وبجناحين يغطون أرجلهم وبإثنين يطيرون. إيه الخشوع ده؟ فين خشوعك؟ الخشوع بتاعك فين؟ واقف في القداس عمال تتناول تتوبي، أنت واقف في القداس عمال فكر الهم وفكر الفلوس وفكر العيال، أنت ما زلت في بيتك، ما نزلتش من بيتك، أنت ما كنت في كنيسة بجسمك، لما عقلك وقلبك بره. لا يا ولاد، ما ينفعش المتاوبة دي. وخمسين مرة قلت لكم لما تتوبوا اشموا الصليب على بقكم، لأن الشيطان بينفخ في بقك، لذلك اللي بيتوب تلاقيه يكسر يكمل عليه الشيطان. لازم يكون في وضوح الهدف. انت جاي كنيسة ليه؟ جايين الاجتماع دوت ليه؟ عشان تنمو. المروي يروي، انت جاي عشان تتروي. لو مش شعر انك بتتروي ما تجيش. فاحنا كلنا جايين عشان نتروي من كلام ربنا، من التفاسير، جايين نتروي. اذا لازم وضوح. قلنا اول حاجه ايه؟ ها؟ أول حاجة إيه؟ بداية. تاني حاجة إيه؟ وضوح الهدف. تالت حاجة والأخيرة ثبات العزم. ثبات العزم، يكون في عزم بقى. يعني إيه؟ يعني مش تقرأ. أنت قريت النهاردة ميلادي، قريت قعدت تقرأ لغاية الصبح. وعليها حتى اسبوع ما فتحتش الانجيل، صليتي ودمعتي وبكيتي، حاجه حلوه شبعت، وقعدت عليها 15 يوم ما تصليش. لا، يبقى لازم ثبات العزم. لازم. شوف داوود قال ايه، أقول لك داود قال إيه؟ لا أوعى منين يا عم عشان أبص اللي وراك. قال إيه داود؟ قال لا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي نوما لعيني، ولا نعاسا لأجفاني، إلى أن أجد موضع للرب. مش كده؟ شوف شوف العزم، شوف العزم. أنا لا يمكن أنا أغمض عينيا حتى ما اجد موضع الرب مسكنا لاله اسرائيل. فلازم احضر القداس، ويبقى في مع القداس في تفاعل. مع القداس لازم يكون في تفاعل. ازاي يكون في تفاعل وانت جاي له متاخر، ولا واقع ما تتاوب؟ عمق، لازم يكون في عمق في كل حاجة هنعملها. لازم في عمق كمان في العطاء، عمق في المحبة، في عطاء مش عاوز تدي براحتك. وعشان مش عاوز ادي انا مش رايح الكنيسة، عشان ما اقعدش ابونا يقول لي عشور عشور، انا مش رايح الكنيسة. دي حفلة صدقوني اللي بقوله ده عايشه وشايفه في ناس. وفي عطاء مجبر، وفي عطاء بانطلاق الحب. زي مره بسال طالب، طالب عيل، قلت له بتاخد مصروف؟ قال يا باخد مصروف من بابا. قلت له طب بتدي العاشور منه؟ قال لي ليه؟ ادي ليه؟ ما بابا هو دافع العاشور. يعني 10 جنيه دي اللي بجيبه ديت
دي طلع منها هي العشور ماما دفعها. طب وانت نوع من الهروب من العشور، نوع من الهروب من العتب. في ناس تدي كده كانك بتخلع ضرس، ما بتحبش عشور مين. واحنا عندنا النهارده كيلو مش عارف السكر بكام، وكيلو مش عارف بكام، وكيلو لحمه بكام، فين العشور؟ ما حاله مأزمه. لا ادي ادي فين بقى العمق في العطاء؟ هو ده في عمق اكثر من الارمله اللي مدحها رب المجد في الفيل. انا ما بقولش كلام، في الفيل اعطت اكثر من الجميع لانها اعطت من اعوازها. هو ده العمق في العطاء، ده العمق في العطاء، العمق في المحبه. انت بتحب اللي بيحبك، وبتحب اللي بيشكر فيك. لما لو واحد غلط فيكي او قالت كلمه يبقى النهار هيسود، لازم تيجي تعتذر، لازم الاخ ده يجي اعتذر لي. يعتذر لي؟ هو ده عمق في المحبه؟ امال دي بتروح فين من احب اعداءكم باركوا لاعنيكم وصاروا لاجل الذين يسيئون اليكم. يبقى ده عمق في المحبه؟ لا لا لا، لازم يكون عمق في الصلاه، وعمق في الانجيل، وعمق في الحب، وعمق في العطاء، وعمق ايضا في الخدمه. لازم يكون في خدمه، والخدمه تكون عميقه، لها اساسات ولها افتقار ولها حضور. لو اخذنا كل امور حياتنا بعمق هننتج، وربنا يباركنا ويقول كده: نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امين في القليل اقيمك على الكثير. يا ريت يا ريت ناخذ عمق. خليك تاجر، خليك تاجر لآلئ، تاجر لآلئ. خليك انت راجل ليك عين تعرف الحجر ده، لو شفته انا وانت هتقول ده ما يسويش 10 جنيه. لا ودي الحجر ده زي القصه حكيتها لكم برضه، ان في واحد بعت لامه حجر لؤلؤه، قال لها يا امي اللؤلؤه ديت ب 100,000 جنيه، فبدل ما ابعت لك فلوس وتضيع منك انا بعت لك اللؤلؤه ديت عشان لما تحتاجي بعيها. فكانت ورت اللؤلؤه دي لابونا، فابونا بص لها كده قال ايه ده؟ قالت له دي ابونا دي لؤلؤه لؤلؤه. قال لها ده انا ما اشتريهاش ب 10 جنيه. قالت له لا يا ابونا ده ابني بيقول ب 100,000. قال لها طب تعال بينا نروح لتاجر المجوهرات. راحوا لتاجر المجوهرات، بص فيها كده واحد يبص ويلمع، وجاب العدسه ديت الميكروسكوب وشافها، قال يا في منها ديت؟ ما اعتقدش في منها تاني. ليه؟ قال لها دي ثمنها لا يقل عن 100,000 جنيه. خليك تاجر لآلي، انت معاك لآلي يا بنتي، انت معاك لآلئ، ما تستهترش بيها. صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول، ان المسيح يسوع ابن الله قد مات من اجل الخطاه الذين اولهم انا. اقرأ الانجيل، كل ايه فيه جوهره ولا ب 100,000. اخدمه خدمة ليها أجر كبير،
حبوا بعضكم بعض، حبوا قرايبك، حبوا اختك، حبوا كل القرايب، حبوا العالم كله. احنا بنصلي، بنصلي يا رب اذكر، اذكر فلسطين، اذكر فلسطين واذكر الحرب. اذن بالاطفال اللي بيموتوا دول. احنا كلنا بنصلي متألمين عشان اطفال بريئه بتموت. ما فيش العالم، العالم هيدمر نفسه لان بعد عن العمق الروحي. عيشوا في العمق يا اولاد. صلوا من اجل اعدائكم، صلوا من اجل محبيكم، صلوا من اجل كل من يذم فيك. اعطي، اعطوا تعطوا. ما تنسوش العمق في كل حاجه. له المجد في كنيستي الى الابد، امين. ترنيمه.